أحسن الله إليكم يسأل فضيلة الشيخ في سؤاله الثاني ويقول في الآية الكريمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، الآية من سورة آل عمران، ما المقصود بالآية؟ هل هم الصحابة رضوان الله عليهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أم الأمة الإسلامية؟ المقصود الأمة الإسلامية وفي مقدمتها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، لكن الآية عامة لهذه الأمة المحمدية إلى أن تقوم الساعة أنها خير الأمم وأنها امتازت على الأمم لأنها تريد الخير للناس وتريد النصيحة للناس، ولذلك تحرص على دعوة الناس إلى الخير ودخولهم في الإسلام وإخراجهم من الظلمات إلى النور. والله جل وعلا ذكر السبب في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هاتين الصفتين أو الصفات الثلاث، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله عز وجل. لهذه الأسباب صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذا فيه نشر الخير وإخراج الناس من الظلمات إلى النور ومن المعاصي إلى الطاعات، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه إصلاح الأمة وإصلاح البشرية، وفيه خيرها ونفعها وكفها عما يضرها. هذه الأمة امتازت لأنها تنشر الخير تدعو إلى الله عز وجل، كما قال جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نعم.